أسئلة سريعة، هل أنت مع دخول الجماهير إلى الملاعب كابتن؟ نعم نعم نعم. فريق أعجبك مستواه خلال الجولات الخمس؟ فريق قاسم. واحد قاسم القاسم. يعني أنا بالنسبة لي نفط الوسط. نفط الوسط. أفضل محترف مع المنتخب الوطني، لاعبين المحترفين؟ بشار. أنا بالنسبة لي بشار. نعم تقريبا بشار. بشار. من هو أفضل محترف في دورينا هذا الموسم؟ هذا الموسم لو كل المواسم؟ لا هذا الموسم. ماكو محترف جذبك لفت انتباهك؟ لا 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 ماكو. يعني ربما بنسبة محدودة ولو هو مصاب بكورونا. ماكو. منو؟ لاعبنا في الوسط المغربي. عمر المنصوري. عمر المنصوري يعني أفضل كان. أفضل إدارة نادي بالعراق؟ نادي الحسين. نادي الحسين. أفضل إدارة. الكرخ. أنا هاي ما أقدر أعبر. يعني كل الاحترام. كان مدربهم. بس عفواً على ماذا؟ لأن أنت عملت. إذا كانت هي الأفضل بالعراق حتى ننقل التجربة للعالم، شنو اللي سوته إدارة نادي الحسين؟ ننقل التجربة. بدون أموال عملوا واشتغلوا وبقوا ثلاث سنوات. سماوة بدون أموال. لا لا أكو دعم. لا لا لا. ديوانية بدون. أكو دعم يختلف. دعم محافظة ينطون ما يوصلون تقريبا ل 500 مليون 600 هذول بدون إيش. زين. عملوا بدون أموال. شنو الإنجاز اللي حققوه؟ ما يقدرون يحققون إنجاز. أي نادي اليوم ما عنده أموال ما يحقق ولا 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 ميدالية، مو إنجاز. أو أنت رأيك وأنت حر. طبعا. إذا إدارة نادي الحسين هي الأفضل بالعراق. أي نعم.